دلوقتي نروح مع حضراتكم نصبح على زميلتنا منى الشرقاوي، وكمان تطمنا على اخبار الجو الايام دي. منى، بنشهد يعني شمس مشرقه بقالنا كام يوم. حلو، ربنا يديم النعمه علينا كلنا. الناس بتبقى متضايقه من البرد الشديد، فلطيف جدا الجو يبقى النهارده ظريف زي اليومين. هيستمر الكلام ده يعني ولا هنرجع تاني الموجه بارده؟ هنعرف التفاصيل دلوقتي. يلا بينا. صباح الخير على كل مشاهدينا. خلينا على طول نتكلم النهارده ونقول هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس يكون بارد الصبح بدري ومائل للدفء بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، ويكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. اما بالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد لغايه القاهره الكبرى، وهيكون شديد البروده على جنوب البلاد، وهيكون في شبوره مائيه الصبح ممكن تكون كثيفه في بعض الطرق المؤديه من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. الطقس النهاردة ظريف خالص، يا ترى هيستمر معانا الأيام اللي جاية؟ بالفعل، يمكن احنا بنشهد ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره خلال فترات النهار تحديدا، وده كان من نهايات الاسبوع الماضي، ومتوقع ان هو يستمر معانا اليوم والى منتصف الاسبوع القادم ان شاء الله، مستمرين في الارتفاع الطفيف في درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه لها في هذا الوقت من العام بحوالي 3 الى 4 درجات. ده بسبب وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، كمان اغلب مصادر الكتل الهوائيه القادمه من على الصحراء فبتبقى دافيه في درجات حرارتها، فبالتالي بنحس بالاعتدال والاستقرار في الاحوال الجويه والاجواء الدافيه خلال فتره النهار على اغلب مناطق الجمهوريه، لكن اول ما اشعه الشمس تبدا تغيث نبدا نحس بانخفاض درجات الحراره، بيكون ملحوظ اكثر في ساعات الليل المتاخره وفتره الصباح الباكر. الصغرى خلال فتره الليل على القاهره الكبرى بتوصل ل 10 و11 درجه مئويه، بعض المناطق من شمال الصعيد والمدن الجديده اقل من 10 درجات، فاجواء فتره الليل بتكون اجواء من بارده الى شديده البروده على اغلب المحافظات. كمان الظاهره الجويه اللي بتكون مؤثره معانا دايما في حاله الاستقرار في الاحوال الجويه ووجود المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا هو تكون الشبوره المائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، واللي بتكون كثيفه احيانا خاصه على الطرق القريبه من المزروعات والقريبه من المناطق اللي فيها مسطحات مائيه. دايما كثافه الشبوره المائيه بتختلف من محافظه لمحافظه ويوم ليوم، واحنا دايما بنذكرها في نشراتنا، فمهم جدا نعرف كثافه الشبوره موجوده فين. مع اللي بيبقى فيه شبوره مائيه كثيفه بيكون في ساعات الليل المتاخره وبتستمر معانا حتى سطوع اشعه الشمس. زي ما قلنا ارتفاع درجات الحراره ده متوقع ان شاء الله يكمل معانا لمنتصف الاسبوع القادم. يوم الجمعه القادمه هيكون في العظمى على القاهره الكبرى 23 درجه مئويه خلال فتره النهار، يمكن ده يعتبر ذروه ارتفاع درجات الحراره ان شاء الله. ان شاء الله. كل الشكر ليكي يا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. مشاهدينا، خلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده بالتفصيل. القاهرة العظمى فيها 21 والصغرى 11، العاصمة الإدارية 21-10، الإسكندرية 20-11، العالمين الجديدة 20-11، مطروح 19-11، دمياط 20-13، بورسعيد 20-9، والإسماعيلية 21-9. السويس العظمى فيها 21 والصغرى 10، العريش 20-10، كاترين 17-3، طابة 20-10، حلايب 23-17، شلاتين 25-16، شرم الشيخ 24-15، والغردقة 23-13. الفيوم العظمى فيها 19 والصغرى 9، بني سويف 21-8، الوادي الجديد 24-6، أسيوط 22-7، سوهاج 23-7، قنا 24-8، الأقصر 24-9، أما أسوان العظمى فيها 26 والصغرى 10. وبكده مشاهدينا نكون استعرضنا معاكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة النهاردة في أغلب مدن ومحافظات مصر. نرجع على طول لهدير ومصطفى نكمل معاهم. اتفضل. شكرا ليك يا منى. شكرا يا منى.